بنحاول ندربك على الأسئلة دي حسب تعليمات الوزارة كمدرسين في تسليم وعدم تدريب مادة الكيمياء، وبننبهك زي ما انت عرفت طبعا من الأسئلة دي ان انت المفروض يكون في المدرسة الأول عشان تختار الدرس الصحيح لازم تعمل خطواتك مظبوط وتراجع مرة واتنين حسب تعليمات الوزارة وطبعا مع كثرة التدريب على الأسئلة المتنوعة هتلاقي إن شاء الله الأسئلة دي في منها طبعا أسئلة هتلاقيه قدامك أو شبيه بيها في امتحان الترم. بص على طريقة الحل تراجع مرة واتنين وحاول تحل الامتحانات المرة لك فرصة إن أنت تحل مرة بحيث أنت توصل للإجابة الصحيحة وتعرف أخطائك أول بأول. Thank you.
متابعني باستمرار على قناة كيمياء كده، مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء.